في نفس السياق قام الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليمي شارب بقرمي كادر صالح كنا برفقة بعض المسؤولين في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بزيارة إلى مدينة بوسو بهدف إبلاغ رسالة رئيس الجمهورية لمناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. تقرير آدم حنفي فاضل. رغم صعوبة وقساوة الطرق التي تربط بين مناطق إقليم الشارب أجرمي، فالأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ التي يترأسها الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ كادر صالح كان وصلت إلى مدينة بوسو، ذلك من أجل إبلاغ رسالتها التي مفادها التضامن الشعبي من خلف مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو، وذلك من أجل النهوض نحو التنمية بهذا الإقليم. مناسبة شعبية حاشدة حركت مشاعر سكان مدينة بوسو بوجود مسائل الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم الشارب أجرمي. سكان مدينة بوسو قدموا شكرهم لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمكافحة الأضرار الزراعية التي تسببها الآفات كالفيل وغيره. الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شارب أجرمي كادر صالح كان أشار إلى أهمية هذه البعثة، واعدا السكان بإبلاغ رسالتهم للجهات المعنية. كل مساج أنا قلقت رسول ده أنا كان ودي جدا بروبلم أنا إليفان رئيس جاي في ماسينيا ورنالو أنفاس ورنالو مسيلو بريزدان شغل إليفان دول أسكا أزينا ما ناز ما يكتلوم كلام ناز ودوم في بارك بروبلم أنا إنسكوريتي ويشار إلى أن بعثة الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم الشارب أجرمي حيث اختتمت أعمالها بمدينة بوسو. إليكم هذا البيان الذي وصلنا للتوبة من قبل الجمعية الوطنية. الأمين العام للجمعية الوطنية يخطر جميع النواب بأنه تم تأجيل الجلسة العلنية التي من المقرر ستعقد يوم غد 12 من ديسمبر 2017 إلى أجل غير مسمى، أن جمعنا 11 من ديسمبر 2017. الأمين العام للجمعية الوطنية أبو بكر الصديق شرومة. رأس رئيس حزب الجمهوري من أجل التغيير الديمقراطي بن بركة طاهر مناسبة تنصيب أعضاء الحزب المنسقية بالدائرة الثامنة. تقرير عباس بكر مصطفى. يتوسع الحراك السياسي من حين لآخر في أوساط المجتمع، لذا جاءت مناسبة تنصيب أعضاء منسقية الحزب الجمهوري من أجل التغيير الديمقراطي بالدائرة الثامنة البالغ عددهم 20 عضوا برئاسة خميس بلانغا. عقب مناسبة التنصيب حث رئيس حزب الجمهوري من أجل التغيير الديمقراطي بن بركة طاهر لمناضلي الحزب بضرورة تحمل جميع العقبات من أجل خدمة الحزب في الميدان السياسي، وأضاف بأنه يجب على المناضلين الوقوف في صف واحد بغية تحقيق الانتصارات في المراحل الانتخابات القادمة، وذلك نتيجة لتناوب الديمقراطي في تشاد.